هسه شوف هسه انا هي هاي مشكلة. انا حكيت لك هسه على امر واريد احكي يعني تخليني احكي. خذ راحتك يعني. شوف هسه اليوم دوري الممتاز ده ولا احنا مو حديثنا احكي بس اراويك يعني الكل سووا الكابتن صفوان هو احسن مدرب بالدرجه الممتازه صح. واختاروا بينما تباوع على الجدول تباوع على الجدول اول مره فريق الصناعه في الدرجه الاولى يصير بهذا الموقف. ممكن يصير سادس اذا خسر لعبه وعاد اللعبه يصير سادس لو سابع صح لو غلط. شوف الاعلام والمواقع والشسمه سوي لك اياه واحسن مدرب فريق الصناعه. جيب لي فريق هسه يلعب بالدوري الممتاز ومو كل لاعبينه كانوا يلعبون بدوري المحترفين وعلى اعلى مستوى. المهاجمين مالته كانوا يلعبون بالزوره وفريق خلصها تعادلات بملعبه. بس هذا قلت لك ما كل من مو كل من ياخذ حقه. اليوم مو كل من ياخذ حقه. تشوف اكو ناس وياها اعلام وياها صفحات وياها جمهور. جمهور مو جمهور كرة القدم الجمهور يعني قصدك اليوم اكو تجميل لبعض الجمهور. طبعا شلون ماكو تجميل؟ زين انا ليش ما اخلي صادق حنون افضل مدرب بالمرحلة الاولى يدرب الديالة واول مرة الديالة بعد هذه السنين اليوم هو متصدر ومعه في الصدارة وفارق ما ادري كم نقطة. ليش انا ليش اختاريت هذا؟ الصناعة العام كان يلعب بدوري المحترفين واللاعبين مالته كلهم لاعبين دوري المحترفين. قلت لك اكو تجميل اكو تجميل للصورة. هو انا اشوف انا من وجهة نظري اشوف عاف الفريق لان يعرف اذا خسر المباراة او تعادل المباراة يصير مركز سادس ممكن. شوف الجدول انت باوع على الجدول وباع المباريات. الجوا عندهم فريقين عندهم تأجيل 19 نقطة 19 نقطة 21 نقطة 22 نقطة ممكن يغلب يصير جوا يعني. فقلت لك اليوم مو كل من ياخذ حقه. سببها قلت لك هي هاي المواقع والفيس والشسمة والجمهور زين الناس اللي ما تعرف بكرة القدم. هسه قلت لك تقول التقييم هو هذا التقييم. هسه انا اليوم هو انا اريد هذا انا التقييم. اليوم مدرب كرة قدم متابع نادي الصناعة خلال مسيرته خلال الدوري الممتاز او الدرجة الاولى ما مر بهذا الظرف ابد ولا مرة مر بهذا الظرف. حمزة داوود صارت لعبة فاصلة بينه وبين زاخو صار بها على اساس صار يعني احنا كان قصي منير هم نافس وراد يصعد لا صارت مباراه سليمانيه ما اعرف منو برايتي وزاخه وصارت وما صعد الفريق. مو كل الدوري انتم مصدرين فارق هدف فانا اقول لك يعني اقول لك اكو تجميل وتلميع صوره المدربين يعني للاسف ما نقدر نحكي بعد لا هي هاي